في أعقاب انتهاء الجولة السابعة من مفاوضات النووية الإيرانية في فيينا دون التوصل إلى اتفاق، بدأت إيران استعداداتها لأي احتمالات قد تنجم عن فشل المساعي الدبلوماسية في التوصل لحل بشأن الملف النووي الإيراني. مسؤول بالحرس الثوري الإيراني هدد بأن قوات بلاده سترد على أي هجوم أو اعتداء إسرائيلي على بلاده. المسؤول العسكري غلام علي رشيد قال على هامش تدريبات عسكرية بدأت الأحد إنه إذا شنت إسرائيل هجمات ضد إيران فإن قواتهم المسلحة ستهاجم على الفور جميع المراكز والقواعد والطرق والمواقع التي استخدمت لتنفيذ الاعتداء، وذلك حسب ما نقلت عنه وكالة نور نيوز التابعة لأعلى جهاز أمني في إيران. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بنيت أمر قوات بلاده بالاستعداد لتنفيذ عمليات عسكرية ضد إيران في حال فشل الدبلوماسية بوقف التطور السريع في برنامج طهران النووي. من جهته صرح مسؤول إيراني لوكالة أنباء فارس الإيرانية بأن أصوات إطلاق نيران مضادة للطائرات التي سمعت الاثنين حول محطة بوشهير للطاقة النووية كانت بسبب تدريبات للدفاع الجوي بهدف زيادة قدرات النظام الدفاعي. وكان مسؤول أمريكي كبير قد أفاد أن قادة الدفاع في الولايات المتحدة وإسرائيل تباحثوا حول تدريبات عسكرية محتملة من شأنها التحضير لأسوأ سيناريو ممكن لتدمير المنشآت النووية الإيرانية إذا أخفقت المساعي الدبلوماسية في إنقاذ الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى عام 2015.